لزيارة العمل والتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية، تنقل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء يوم أمس إلى القاعدة البحرية المركزية لمرسى الكبير، حيث كان في استقباله السيد اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية. خلال هذه الزيارة استمع السيد الفريق أول إلى عرض قدمه السيد اللواء قائد القوات البحرية، تلاه عرض مفصل قدمه المدير العام لمؤسسة البناء والتصليح البحريين حول حالة تقدم أشغال المشاريع الجارية، قبل أن يقوم بجولة تفقدية على مستوى سلسلة البناء البحري للمؤسسة ويطلع على سير المشاريع قيد الإنجاز، وكذا الوحدات البحرية والسفن التابعة لمؤسسات اقتصادية وطنية قيد التصليح. بعدها أشرف السيد الفريق أول على مراسم تدشين وتسمية أول قاطرة تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين، ووقف على وضعها حيز الخدمة قبل أن يقوم بتفتيش ومعاينة هذا الإنجاز الجديد الذي تدعمت به قواتنا البحرية في إطار برنامج تحديث وعصرنة أسطولنا البحري، حيث طاف بمختلف أقسام السفينة واطلع عن كثب على جميع أجزائها واستمع لشروحات وافية حول مهامها ومكوناتها وخصائصها قدمها له الفريق المكلف بالإنجاز. بهذه المناسبة هنأ السيد الفريق أول كافة المستخدمين المشاركين في هذا الإنجاز الهام، مسديا جملة من التعليمات والتوجيهات للمسؤولين حول ضرورة المحافظة عليه وصيانته واستغلاله طبقا للمعايير المعمول بها. وبدورهم عبر أعضاء الفريق المكلف بتصنيع القاطرة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز الذي سيشكل إضافة نوعية لأسطول قواتنا البحرية، قبل أن يأخذ الجميع صورة تذكارية مع السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.